دابا خوتي كتنزل الشتاء، والله كتنزل الشتاء. دابا شوفوا كتنزل الشتاء بزاف تبارك الله، اللهم بارك. الشتاء ديال بصح. عاصفة رعدية جاية في الطريق. اجواء ممتعة، اجواء رائعة جدا، وبزاف هادشي اللي بغا هو ملي كتكتشف نزول امطار غزيره كتلقى بزاف ناشط. دابا غادي نمشيو لكم واحد الواد، هنا غنمشيو لكم واحد الواد نصورو لكم ملي يجي، حيت حاليا باقي ما جاش ولكن غادي يجي ملي يكون السيول بزاف، غيجي هاد الواد نصوروه ان شاء الله بحول الله. اذا اجواء ممتعه، اجواء رائعه، الشتاء كتشتغل، اللهم بارك. واو 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 واو، خليكم اخوتي تشوفوا الارض وتشوفوا كل شيء. ايوا كما كتشوفوا هذا الرنفا، امطار غزيره في كل مكان عندكم هذه البلاصه، اجواء ممطره تماما في طنجه. ام مالك الحمد، الحمد لله والشكر لله بهذه النعمه ديال سيدي ربي. كما كتشوفوا امطار غزيره في كل مكان، النزول، وحاليا يلا بدات الشتاء، بعد ساعات يقدر غادي تكون امطار غزيره مجهده. اذا حاليا بدات الشتاء، بعد ساعات غادي تكون مجهده وتكون عاصفه رعديه مجهده تماما. نتمنى البارطاج ديالكم واللايكات ديالكم الاخوان. اذا هذه هي طنجة، مدينة طنجة، اجواء ممطرة، اجواء رائعة جدا. نتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا اي جديد ديال امطار غزيرة. شوفوا ها كتنزل دابا حاليا. كتنزل الشتاء، ونتمنى ان شاء الله تكون بالنفع، هادشي اللي كنتمناو. شوفوا تبارك الله، اذا اجواء ممتعة، اجواء ممطرة تماما، وحاليا راه كتنزل. يلا بدات الشتاء، وبزاف يخرج بحال البوبوش. بدات الشتاء في طنجة وخرج بزاف بحال البوبوش. البوبوش ملي كتكون الشتاء كيخرج هكاك داير بزاف. هادشي اللي بغا هو، هادشي اللي بغا هو، عزيز عليه امطار غزيرة. ايوا نتمنى ان شاء الله تكون نفع. اذا اجواء ممتعة خاص ديال امطار غزيرة خاص في طنجة. اذا كما كتشوفوا الجو خاوي تماما في طنجة، والناس هنا. ايوا خرجنا باش نصور لكم امطار غزيرة. راكم عارفين هاد الامطار غزيرة دائما كيبغوا الناس يكتشفوا اجواء ديالها، وحنا السيول ديالنا كما كتشوفوا هاد السيارة. اذا الاشتراك تشتغل، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. وفي نفس الوقت راه كاين واحد الواد هنا، كاين واحد الواد هنا غادي نصوروه حتى هو. كتشوفوا الشاحنة دابا الشتاء، بعد ساعات غادي تكون الشتاء بجهدة ان شاء الله بحول الله. بعد ساعات غادي تكتشفوا امطار غزيرة قوية خاص في طنجة. ودابا تطوان شفشاون، يقدر غادي نكتشفوا عاصفه رعديه في شفشاون تطوان. اذا هنا قلنا باينه نهار الحد غادي تكون الشتاء في طنجه. درت لكم واحد الفيديو قلت لكم الحد غادي تكون الشتاء في طنجه. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمناو، ونتمنى الله يجيب غير الصحه والسلامه. الجو ممطر تماما، الجو ممطر تبارك الله.
اللهم بارك. وفي نفس الوقت هاد الشتاء غادي تكون تقريبا في الليل، حتى الليل يقدر تكون الشتاء، الليل يقدر تكون غدا على حسب. اذا عندكم طنجة دائما تكون فيه الشتاء، طنجة بعد اسبوع بعد 15 يوم غير تجي الشتاء ضروري تكون امطار غزيرة في الشمال في طنجة. دابا يقدر غادي نشوفوا ربما الصحراء المغربية ولا اكادير ما نلقاوش الشتاء، ولكن هنا كتشتغل الشتاء. اذا كاين الفرق كبير بين طنجة واكادير الشتاء. بعد ساعات يقدر غادي تكون امطار غزيرة مجهدة. اذا حاليا بدات الشتاء، بعد ساعات غادي تكون مجهدة وتكون عاصفة رعدية مجهدة تماما. نتمنى البارتاج ديالكم واللايكات ديالكم الاخوان. اذا هذه هي طنجة، مدينة طنجة، اجواء ممطرة، اجواء رائعة جدا. نتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا اي جديد ديال امطار غزيرة. شوفوها ها كتنزل دابا حاليا. كتنزل الشتاء، ونتمنى ان شاء الله تكون بالنفع هادشي اللي كنتمناو. شوفوا تبارك الله، اذا اجواء ممتعة، اجواء ممطرة تماما. وحاليا راه كتنزل، يلا بدات، يلا بدات الشتاء وبيزا فيه خرج بحال البوبوش. بدات الشتاء في طنجة وخرج بزاف بحال البوبوش. البوبوش ملي كتكون الشتاء كيخرج هكاك داير بزاف. هادشي اللي بغا هو، هادشي اللي بغا. وعزيز عليها امطار غزيرة. ايوا نتمنى ان شاء الله تكون نفع. اذا اجواء ممتعة خاص ديال امطار غزيرة خاص في طنجة. اذا كما كتشوفوا الجو خاوي تماما في طنجة، والناس هنا ايوا خرجنا باش نصور لكم امطار غزيرة. راكم عارفين هاد الامطار غزيرة دائما كيبغوا الناس يكتشفوا اجواء ديالها. وحنا السيول ديالنا كما كتشوفوا هاد السيارة. اذا الشتا راه كتشتغل، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. وفي نفس الوقت راه كاين واحد الواد هنا، كاين واحد الواد هنا غادي نصوروه حتى هو. كتشوفوا الشاحنة دابا الشتاء، بعد ساعات غادي تكون الشتاء مجهدة ان شاء الله بحول الله. بعد ساعات غادي تكتشفوا امطار غزيرة قوية خاص في طنجة. ودابا تطوان شفشاون يقدر غادي نكتشفوا عاصفة رعدية في شفشاون تطوان. اذا هنا قلنا باينو نهار الحد غادي تكون الشتاء في طنجة. درت لكم واحد الفيديو قلت لكم الحد غادي تكون الشتاء في طنجة. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمناو. ونتمنى الله يجيب غير الصحة والسلامة. الجو ممطرة تماما، الجو ممطر تبارك الله، اللهم بارك. وفي نفس الوقت هاد الشتاء غادي تكون تقريبا في الليل، حتى الليل يقدر تكون الشتاء، الليل يقدر تكون غدا على حسب. اذا عندكم طنجة دائما تكون فيه الشتاء، طنجة بعد اسبوع بعد 15 يوم غير تجي الشتاء ضروري تكون امطار غزيرة في الشمال في طنجة. دابا يقدر غادي نشوفوا ربما الصحراء المغربية ولا اكادير ما نلقاوش الشتاء، ولكن هنا كتشتغل الشتاء. اذا كاين الفرق كبير بين طنجة واكادير.